بس يوسف 2005 خروجك من الكلوب، تعتبر الحاجة اللي صارت في الماتش هذاك تستاهل الغش هذاك الكل؟ لا مش صارت في الماتش. صاروا حاجات بعد في الفيستير. في الفيستير بيان سور. شنو صار؟ باش نرجعوا له هذا؟ مسيرش نحب نرجع للتاريخ انا. لا مرجع له شو اسمه سليتي. اي. محمد سليتي. محمد سليتي رجع. معناه اللي يقوله هو أحسن من يقوله أنا. خاطر كي نقولوا انا باش نتكلم على اللي انا الرياكسيون تاعي شنو اللي صار، اما كي يقولوا هو وهو قال تعرفت الدكتور المرحوم الاسعد الورتيني، لا استغفر الله، اللي قال لا عمري ما تعركت معه، قال هو لا عمري ما تعركت، صار خلاف بين الاسعد وقال قال بيني انا والاسعد ومع يوسف الزوار، فرق بعيد عرك ولا خلاف، ما نعرفش قول لي انت. اي هو كونه طريقة اللعب نتاعنا، قلنا احنا باش ندخلوا نلعب ونركزوا الا على المقابل، ما نركزوا على حاجات اخرى. وهذا في المقابله، كان ترجع للمقابله، كان النادي الافريقي كان هو اكثر مسيطر على المقابله. جات العمليه نتاع الفير بلاي هكايا، انا طلبت رجع الكره، رجع الكره، ما رجعتش الكره. نحب نعرف شنو صار في الفيستير. جيستو مشى السيد اللي هو الله يرحمه، مش هو ما يشوت، هو ما يشوتش، سلام يشوت، اسامه سلام هو اللي يشوت. طيب جاء هو شاطها، سكتنا، دخلنا كوقتها في الفان في الفان دو 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 ميتون، دخلنا ارتاحوا اربع خمسه دقائق، اعطيت لي كونسين نتاعي انا نتاع دوزيام ميتون، في اخر الكلام نتاعي رجعت خزرت السلامي، قلت له يا سلامي موني قلت لك حط الكوره رجع حاله، قال لي يوسف انا خاطي، قلت له كيفاش انت خاطي وانا عامل لي فيش نتاع شكون يشوت، قلت له هنا شكون يشوت مش انت تشوت، قال لي قال لي انا ما شطتش، إيه قلت له نسال على هيك سالتك علاش ما شطتش، يا اخي هو المرحوم هو هزيدو وراسه مطبس هزيدو، قال لي سي يوسف باحترام زاد مش بعرك ولا واحد، قال لي سي يوسف انا شوت، قلت علاش تشوت، هاو الكلمه اللي انا خرجت فيها. قال لي سي يوسف انا شوت ولو حتى كان تجي واحد اخرى هكاك راني نشوتها. اي بون هكا اي ساك اوكي اي ما تستاهلش انك توقف على مسألة. لا 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 عاد انت هكا تقول هكاك، اما انا وقت اللي ام مدرب ما انا مدرب وانا نقول لك اش تعمل وانت تجم مثلا ترفع تقريبا من اللاعب تعدي على الكونسي. لا لا, لا 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 انا لا نعدي على، هذا كلامك صحيح، خاطر هكا وقت نجم نقول له نحي المريول امشي تحت الدوش الله يرحمه بالضبط، وكمل روح ممكن هذا 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 يجم يصير هذا، لكن انا ما جيتش باش نعاقب، انا كوقتها ماشي صالح الثابتي التحضيرات اللي عملناها مع النادي الافريقي كوقتها في 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 عين دراهم كنا وحدنا، كوقت الرئيس هو المرحوم كنا وحدنا وعملنا معناها ديماراج خلق العاده، انا ما جيتش كوقتها، كان مكشر كان معناها شكر الزعلاني، شكر الزعلاني وسام، وسام صغير، وسام بالعكس همامي، كان جروب سليتي، انا جروب خلقنا امبيونس وقلنا نمشيو بالديسيبلين والديسيبلين لين دو كوندويت، ما انا منطرد حد، وقلت له في نظري انا كوقتها انا كيفاش نطردك باش تخسك الكلوب، انا نمشي وتقعد انت في الكلوب وتجم تشوف كلامي هو صحيح، عمل كارير في الكلوب ولا المرحوم صحيح عمل كارير بالضبط. اما برشا ناس حاطينها في اشياء اخرى اللي هي غلطه.